أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو التيسير الكمي. عندما يكون الاقتصاد في خطر الانزلاق إلى حالة من الركود أو الكساد، يمكن للحكومات تطبيق استراتيجية التي تعرف باسم التيسير الكمي، وهي السياسة النقدية التي تطبقها البنوك المركزية في محاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي. من خلال إغراق الاقتصاد بمعروض أكبر من النقود، تأمل الحكومات بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع في الوقت الذي توفر فيه للمستهلكين أموال إضافية للإنفاق بحرية أكبر، وهذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتيسير الكمي دفع عجلة النمو الاقتصادي، لأنه من المفروض أن يسمح المال الذي يتم ضخه في الاقتصاد للمستهلكين بالشراء براحة أكبر، ويمكن أن يكون لهذا تأثير على الأفراد وعلى المؤسسات التجارية على حد سواء، وأن يؤدي إلى زيادة أداء سوق الأسهم وإلى نمو الإنتاج المحلي. من المهم أن نتذكر بأن التيسير الكمي يؤدي عموما إلى نتائج مفيدة على المدى القصير، ولكن إلى خطر تفاقم المشاكل على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، غالبا ما يتم استخدامه كملاذ أخير عندما يواجه الاقتصاد خطر كبير بحدوث الركود أو الكساد.